السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. هل سبق لك وتساءلت كيف يجني الهكر المال من الإنترنت وكيف يحصل على الأموال مقابل ما يفعله، يعني وما يقوم به في الشبكة العنكبوتية أو الشبكة الافتراضية، وكيف يتحصل على الأموال الطائلة من خلال عدة طرق سأسردها لك في هذه الحلقة وستعرف عليها بالتفصيل. طبعا لن أذكر جميع النقاط، فيوجد لكل هكر طرقه المختلفة في الربح من الإنترنت، ولكن أبرز النقاط التي يستخدمها أغلب الهكر والهكر المبتدئين والذين يعني المتداولة بكثرة بين الهكرز الأخلاقيين غير الأخلاقيين. فلهذا لا تبتعد كثيرا وابقى معي بعد هذا الفصل الإعلاني القصير. الطريقة الأولى هي الاصطياد الإلكتروني أو الفيشينج. يوجد حلقة طرقت فيها إلى هذا الموضوع بالتفصيل لأنه موضوع كبير جدا، ولكن أبرز النقاط في هذا المجال أو هذه الطريقة هي الصفحات المزورة. أنصحك بمتابعة الحلقة، اكتب في مربع البحث عن مدونة الفيشينج أو الاصطياد الإلكتروني، أو سوف تجد رابط الحلقة أسفل الفيديو طبعها حتى تتعرف على الفيشينج والاصطياد الإلكتروني بالتفصيل. الطريقة الثانية هي اختراق البنوك. كيف تتم عملية اختراق البنوك؟ هي بالتحايل على الموظفين الذين يشتغلون في شركة ما أو في هذا البنك حسب مكان هذا البنك، باستخدام رسائل إلكترونية يتم إرسالها إلى الموظفين أو العملاء لخداع أحد العملاء. يعني هذا موظف يشتغل على حسابه، تأتي له رسالة باسم البنك الذي يشتغل فيه، سيعتقد أنه من الإدارة، ربما كانت ترقية أو أن راتبه قد نزل أو من هذا، ولكن هذه الرسالة تحتوي على بوت نت مشفر. هذا البوت نت يتحكم في قاعدة البيانات بالكامل، ويوجد أيضا حلقة طرقت فيها إلى موضوع البوتنت، ابحث عنها او سوف تجد ربطها هي ايضا اسفل الفيديو لتتعرف على البوتنت بشكل مفصل. ولكن هذه الطريقة تتم باختراق قاعدة البيانات باستخدام هذا البوتنت، بحيث تتحصل على جميع المعلومات بهذا البنك. ففي حال قام شخص بالتسجيل بهذا الموقع، تأتي لك فورا تنبيه بان البيانات التي تم تسجيلها، اسم المستخدم والباسورد والبريد الالكتروني وكل هذه المعلومات تتحكم فيها، تستطيع ايضا ان تتحكم في البيتكوين في الشركة او في هذا البنك. هذه العملية عملية التحايل على أحد الموظفين أو العملاء بإرسال رسالة بريد إلكتروني يوجد بها بوتنت. الطريقة الثالثة تتم بتلغيم الصرافات الآلية. كيف تتم عملية تلغيم الصرافات الآلية؟ يوجد ثلاث طرق لتلغيم الصرافات الآلية. الطريقة الأولى، فهل تعلم أن أغلب الصرافات الآلية تعمل بنظام ويندوز اكس بي، وكل يعني صراف آلي يوجد به من الخلف منفذ يو اس بي، فيقوم الهاكرز بأخذ فلاش وبرمجة به برمجية خبيثة بأحد أنظمة لينكس، سواء كان كالي لينكس أو أي أنظمة أخرى. يوجد في هذا الفلاش يعني برنامج خبيث يقوم بتركيبه في الصراف الآلي من الخلف، ويقوم بتسجيل جميع المعلومات في هذه الصراف، أو أي شخص يستخدم هذا الصراف ويدخل بياناته ويتعصل على المال، فيتم تسجيل هذه المعلومات في هذا الفلاش. وعندما يقوم الهاكر بأخذ الفلاش الخاص به ويعود المنزل، يتحصل على جميع المعلومات لجميع المستخدمين الذين استخدموا هذا الصراف الآلي طوال هذه الفترة التي قام بوضع الفلاش فيها. الطريقة الثانية تتم بوضع كيبورد مزورة أو كيبورد أخرى فوق الكيبورد التي يستعملها المستخدم لاستخراج أمواله. مثلا هذا صراف آلي، يأتي الهاكر يقوم بوضع كيبورد أخرى فوق هذه الكيبورد. هذه الكيبورد يعني يحتوي بها كيلوجر، أو تقوم يعني بتسجيل جميع البيانات التي تم إدخالها. فعندما تقوم بالضغط يعني سيتحصل المستخدم على ماله، ولكن عندما يقوم بالضغط فإن هذا الزر يسجل أيضا في الكيبورد الفوقية، بل ويمر أيضا يعني يضغط على الكيبورد السفلية وهي الأصلية، فيتم تسجيل البيانات، وأيضا يتحصل الهكر بعد ذلك على جميع المعلومات التي تم إدخالها. أما الطريقة الثالثة لاختراق الصرافات الآلية، هي بوضع كاميرا. نعم، تكون كاميرا صغيرة بالأعلى يتم توجيهها على الكيبورد أو الصراف الآلي بالضغط، وتقوم بالتسجيل لتتحصل على جميع البيانات التي تم إدخالها. فأنت عندما تأتي لا يوجد بجانبك أحد، هكذا هذا صراف آلي، تقوم بكتابة بياناتك واستخراج مالك، فتوجد كاميرا بالأعلى صغيرة تسجل كل ما تقوم به في هذا الصراف الآلي. فهذه هي ثلاث طرق معروفة كثيرا ومستخدمة كثيرا لدى الهكر لاختراق الصرافات الآلية. الطريقة الرابعة هي باختراق مواقع وشراء البيع على الانترنت. فغالبا ما تقوم هذه المواقع بتسجيل جميع البيانات لمستخدميها والذين يقومون بالشراء من هذا الموقع في قاعدة بيانات خاصة بها. فعندما يقوم الهكر باختراق هذه القاعدة واختراق هذا الموقع، يتحصل على جميع البيانات لجميع المستخدمين الذين استخدموا هذا الموقع في عمليات البيع أو الشراء.
الطريقة الخامسة هي بالبيع في الدارك نت أو في الإنترنت المظلم. يوجد حلقة تطرقت فيها بالتفصيل عن الدارك نت، يمكنك أيضا البحث عنها أو سوف تجد رابط الحلقة أسفل الفيديو للتعرف أكثر على الدارك نت. ولكن الهكرز يستخدمون الدارك نت في بيع كل يعني ما هو يعني خاص بالهكرز، مثل أدوات، برامج اختراق، ثغرات، تبادل ضحايا بينهم، اختراق في حسابات فيسبوك، اختراق تويتر. يقوم بجميع هذه العمليات في العمليات يقوم بجميع هذه العمليات في الدارك نت ويتحصلون على المال، على الأموال مقابل ذلك. الطريقة السادسة وهي طريقة التهديد والإجبار. كيف تتم هذه الطريقة؟ فعلى سبيل المثال أنا قمت باختراق موقع ما، وهذا الموقع كبير ومشهور ويوجد له مستخدمين وزوار ويعني غير من هذا، ولكن عندما يقوم أحد الهكرز أو أقوم أنا باختراق هذا الموقع، أطلب من صاحب هذا الموقع أن يدفع لي فدية أو مال، مثل الذين يخطفون ويطلبون أموال، فأنا أيضا أطلب منه مال وأقول له أعطني هذا المبلغ حتى أصلح لك موقعك وأرجعه لك ولا أتسبب في الضرر فيه أو أغلقه أو أمسحه أو أي من هذا حتى يصبح كما هو وتحصل على المال، وبعد ذلك أعطيه الثغرة أو أقول له هكذا، وإذا تحصل المال ربما أطلبه في مال آخر. يعني دائما لا تطع الثقة فيه، ولكن هذه طريقة يستخدمها الهاكرز بكثرة وهي طريقة التهديد والإجبار. الطريقة السابعة هي باختراق الأجهزة أو اختراق الحواسيب. فتتم اختراق الحواسيب وسحب ملفات الكوكيز، منها ملفات كوكيز حساباتك البنكية سواء كانت على البايبال أو أي بنك آخر، تستطيع من خلالها سحب هذه البيانات ويعني استخراجها وتحصل على اليوزر نيم والبريد الإلكتروني وكل المعلومات عن الحسابات البنكية والمصرفية، لتحصل بعد ذلك على الأموال وتحميلها تحويلها إلى حسابك أو يعني تغير هذا الحساب وتتحصل على الأموال في نهاية هذه العملية. الطريقة الثامنة وهي تحليل الشبكات واختراق الشبكات. فعلى سبيل المثال أنا أسكن هنا ويوجد بجانبي شركة، يعني شركة كبيرة بالطبع ستكون بها شبكة خاصة بها ويكون بها واي فاي خاص بها. أو على سبيل المثال أنا أسكن هنا وأسكن على سبيل المثال في يعني عمارة ويوجد بي العديد من السكان وغير ذلك، فأقوم باختراق شبكاتهم وبعد ذلك أقوم بتحليل هذه الشبكة حتى أحصل على المعلومات اللازمة وأدخل إلى هذه ملفات أو ما يستخدمونه في الإنترنت وأتحصل على كلمة المرور والباسورد وتحليل، يعني تقوم بتحليل إشارات الشبكة وتحليل يعني البيانات التي تتم إرسالها واستقبالها حتى تحصل على الباسورد واليوزر نيم الخاصات بالحسابات البنكية في حال أحد المستخدمين لهذه الشبكات استخدم شبكته في الدخول إلى حسابه البنكي من خلال هذه الشبكة ومن خلال حاسوبه. الطريقة التاسعة وهي إيجاد الثغرات وإصلاحها أو إيجاد الثغرات والإبلاغ عنها، ولكن هذه الطريقة يستخدمها بالكثرة الوايت هات والهاكرز الأخلاقي. فعلى سبيل المثال يعني اكتشفت ثغرة في الفيسبوك، أقوم بالذهاب إلى www.facebook.com/whitehat أو أقوم بأي موقع استطعت يعني الحصول أو العثور على ثغرة، فأقوم بتبليغ صاحب الموقع عنها أو صاحب هذا الشبكة أو أي من هذا، أقوم بتبليغي عنها وتحصل على المال مقابل ذلك. إذا كانت هذه أبرز 9 نقاط يقوم بها الهاكرز للحصول على الأموال. أتمنى أن يكون هذا الشرح قد نال إعجابك، وأتمنى كذلك أن تكون قد استفدت. رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بزر لايك، وكذلك لا تنسى الاشتراك في القناة. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات كتابية وأخبار الإنترنت في كافة المجالات التقنية سواء كانت أبل وعالم الجيلبريك والسيديا، سواء كانت يعني في الهواتف الذكية، في أخبار الإنترنت سواء كانت في الحواسيب ويندوز لينكس جميع هذه المجالات. لا تنسى كذلك الالتحاق بصفحتنا على الفيسبوك. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.